السؤال الأخير يا شيخنا، نعم. لو أنا وأنا يعني أدركت الإمام وباقي لي ركعة، يعني مثلا في صلاة الظهر أدركت الإمام أو في ركعة واحدة فقط، آسف، في 3 ركعات، فطبعا أنا يبقى لي ركعة اللي هي الركعة اللي بعد التشهد، فهل أصلي فيها الفاتحة أم لا؟ يعني أنا مثلا صليت ركعة أهو، ففاضل لي 3 ركعات، أصلي الفاتحة وسورة قصيرة في الركعة الثانية أم لا؟ يعني انت تعبان قوي يعني عشان السورة اللي هتقرأها، قرأت او لم تقرأ الصلاة لا لا صحيح؟ مش على كده يا مولانا، خلاص يعني أنا خايف إن عموما. أنا أكون بقرأها فأزيد مثلا في لا الصلاة. لا لا، يعني كلام مشكلتك اللي انت عملتها مشكلة، السورة التي بعد الفاتحة في الركعة الأخيرة، قرأت ام لم تقرأ الصلاة صحيحة؟ تمام، جزاك الله الأمر خير، واسع في تمام، هذا. سلام عليكم.